كلبك عم بيعضض كتير، جبت كلب جديد وعم بيعمل لك كثير مشاكل وعم بكسر في البيت. اليوم رح نحكي عن هاي الشغلات ورح نحكي شو أسبابها وكيف ممكن أحلها. نحكي هلأ ليش الكلاب بتعض. نبلش بالجراء. الجراء بتعض بعمر تقريبا من شهرين ونص لحد 7 شهور لأنها بتكون عم بتسنن. ببساطة أحسن إجراء إحنا نعمله في هاي الحالة أنه نوفر تويز ألعاب للكلب، بنفس الوقت إذا كان عم بيخرب أنا أحاول أفرغ طاقته بمكان يكون الكلب فيه بيقدر يلعب يركض يفرغ طاقته، عشان بس يروح البيت يروح تعبان ما عنده طاقة، خلينا نحكي مكتومة، مش قادر يعبر عن حاله ولا قادر يطلع يقدر يلعب. ممكن تجيب له تويز الألعاب كمان لأنها بتساعده هاي يعضعض فيها، بتكون مناسبة جدا للبابيز لأنه البابيز دائما بيحتاجوا ل خلينا نحكي إشي يعضعضوا فيه كونهم قاعدين بيسننوا وعم بتوجعوا. هلا خلينا نحكي انه انا عم طلعت كلبي وعم بعمل كل التدابير عشان كلبي يبطل يعض، بس لسه بيعض. انا بحكي لك شو اللي بكون السبب. السبب هو انه الكلاب بتحب لفت الانتباه. لما انت تكون عم تحضر تلفزيون والجو كتير هادي، كلبك بده يعمل اشي عشان انت تلتفت له هيك، فبعض المرات الكلاب بتعض عشان تلفت انتباهك. اللي انت لازم تعمله انك انت تعود كلبك على عدم انتباهك له 24 ساعة، هذا طبعا بده وقت الشغلة، وشوي شوي على مهلك رح تعرف تخلص من هذا الموضوع. هلا بدنا نحكي عن الحلول والتدابير اللي بتخص الاجراء وبرضه الكلاب الكبيرة. هلا اول اشي انت لازم تعرفه انه الكلاب بتتواصل بنبرة الصوت، عشان هيك دائما بحكي لك لما تيجي تحكي نو للكلب ما تحكي له نو، احكي له نو. ليه؟ عشان الكلب يكون فاهم انك انت عصبت، اوكي؟ هم بيتواصلوا بهاي الطريقة، فعلشان انا اكون فاهم لازم كلبي لما يعمل اشي غلط افهمه انه هذا غلط عن طريق كلمة ونبرة صوت معينة، عشان كل ما كلبي يغلط اصير استعمل نفس نبرة الصوت كلبي يفهم انه هذا الاشي مش مطلوب منه ما بصير يعمله. النقطة الثانية هي انه الكلاب عامة بتلتفت للاشياء اللي بتتحرك بسرعة، فعشان هيك دائما حاول تكون هادي مع كلبك حواليه، لا تتحرك بسرعة، دائما خليك رايق، نبرة صوتك تكون رايقة اذا كلبك تمام. النقطة الثالثة انه الكلاب عامة بتعرف تتحكم بقوة فكها، عشان هيك انت لازم تعلم كلبك كيف يعرف يتحكم بقوة فكه على حسب الاشياء اللي مطلوبة منه. يعني لما يجي ياكل هذا الاكل انت عادي تستعمل اسنانك كثير قوي عليه، عشان هيك علم كلبك كيف يستخدم اسنانه بالطريقة الصحيحة وبشكل كثير هادئ عشان توصل للنتيجة اللي انت بدك اياها لقدام. النقطة الرابعة هي اني اطعمي كلبي بايدي من ايدي، مش طبعا مش كل اكله لا، بس بصورة شبه دورية، عشان هاي الشغلة بتقوي الرابطة بينك وبين كلبك تزيدها. بصير الكلب بده يرضيك بهاي الحالة، فلما تقول له نو على إشي بفهم إنه هذا غلط. ليش؟ لأنه هو بس بده يرضيك، كون البوند اللي بينك وبينه صارت كتير قوية. حافظوا على كلابكم لأنه هي بالنهاية روح وحيوانات هاي. إذا ما قدرت أنت إنك تساعده أو خلينا نحكي تربي واحد، على الأقل إذا شفت واحد في الشارع مصاب حاول تحكي مع ناس تيجي تعالجه، أو حاول بس إنك ما تأذيه فقط، يعني مش مطلوب إنك تساعده ولا إشي، بس مطلوب إنك ما تأذيه. معنا جبرة حنانية مدير في اي بي كنل، راح يحكي لنا عن مشكلة العض بشكل بسيط، وبنفس الوقت راح يحكي لنا شو الحلول اللي هم بيقدموها في في اي بي كنل عشان لما تشتري كلبك ما يكون بعض عض كثير. مشكلة العض كثير من الناس بيواجه هاي المشكلة، خاصة لما يكون الكلب عنده صغير جرو لساته، بتعرف الكلب لسه جرو لسه عنده طاقة زيادة، لسه بيكون مرحلة التسنين، فبيكون في عنده ألم، بيكون في عنده ضياع، فبيفرغ هاي الطاقة أو بيخفف الألم ثرو العض يعني. فهلا هاي مشكلة احنا بنعاني منها كثير وكل الناس تعاني منها كثير، انه الكلب بيعض، الكلب بيمزع، الكلب بيعمل. كحل لهي المشكلة ممكن هلا الكلب وهو صغير بيتعلم من اللي حواليه كثير، خاصة انه لما يكون مع أمه أو مع إخوانه الجراء والصغار ممكن يلعبوا عض مع بعض، فبتلاقي الجرو إذا جرو تاني عضه وتضايق بيطلع صوت غريب وبروح بقعد بزاوية ما بيلعب، فالكلب بيحكي انه مع التكرار بتلاقي الكلب يتعود انه لا هذا اشي غلط. بنفس الاشي بيشوف امه كيف تتعامل مع صاحبها،
تيجي انت بدك تطعميها بدك هذا، بلاقي انه الكلب الام يعني هم كثير بلاحظوا وكثير بلقطوا من اللي حواليهم بهذا العمر يس، فبلاقي انه الام ما بتعض ما بتسوي ما بتعمل، فبصير برضه يتعود. فاحنا بنضلنا لمرحله الشهرين شهرين ونص نترك الاجراءه مع الام عشان برضه يتعودوا مع بعض ومع الام بالضبط، انه يكون عندهم سوشيالايزنج مع اخوانهم برضه مع اجراءه ثاني غير اخوانهم. لحل مشكلة العض برضو انه انت تعتمد على التشجيع وتعتمد على العقاب. طبعا التشجيع حكيتها قبل العقاب لانه احنا بنعرف انه التشجيع بالنسبة لتدريب الكلاب هي من احسن بالضبط. هلا بالتدريب غير العض بالاساسيات انت لازم الكلب يكون عارف شو يعني شو الصح امتى يعمل هذا الشيء وشو الممنوع، بغض النظر ممكن تحكي له نو ممكن تحكي له لا حسب انت كيف بتدربه. فبدي اعرف انه لما يكون في اشي غلط نو يعني وقف هذا الاشي. نقدر نستخدمها بالعض لما يجي الكلب تلعب معاه، طبعا بدكش تلعب مع الدفاشة، بدك تلعب معاه شوي شوي لانه الدفاشة بتزيد العض عند الكلب بالضبط. فلما اول ما تحسه بلش يعض فيك او يعض في اوعيك نو، بدك تعطيه كلمة بحزم بصوت معين انه لا. طبعا هو بكون عارف كلمة نو مثلا على اشياء تانية على، فشوي شوي بصير الكلب يفهم. وممكن انت بس تحكي له نو تزيح عنه تبطل تلعب عنه لمدة نص دقيقة دقيقة زي كأنه عقاب صغير للكلب، مع التكرار الكلب بصير يعرف انه عم بسوي شيء غلط. طبعا لما تحكي له نو ويبطل عض او يفلت او هذا على السريع بتكافئه بإشي بسيط، مكافأة معنوية ممكن تحسس عليه تحكي له جود بوي جود جيرل، ممكن تعطيه تريت صغير، المهم يحس فيه مكافأة لما يعمل إشي الصح. طبعا جبرة شكرا كثير وبشكر مركزكم على توفير هذا الكم من المعلومات، والله يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم أنتم، شكرا لمجهودكم سيد أحمد وكل فريق الأريبيان دوغ هاوس، وأهلا وسهلا فيكم بأي وقت وبتشرفونا وإحنا منحب يعني نحكي لكم من خبراتنا الصغيرة اللي إحنا نتعاملها كل يوم مع الإجراء ومع الكلاب الكبيرة. الله يعطيكم العافية. عم بشكركم أنتم كمان على متابعتكم وتفاعلكم معنا. إذا شفتوا هاي المعلومات مفيدة يا ريت تعملوا لنا سبسكرايب ولايك. شكرا كثير.